السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. نظرا لقيام الكثيرين منا هذه الفترة باستخدام أجهزة الكمبيوتر في عمل الاجتماعات من المنزل، ويحتاجون إلى أن يكون صوتهم واضح في هذه الاجتماعات، وبما أن معظمنا لا يملك ميكروفون احترافي أو قد لا يملك ميكروفون من الأساس، في الفيديو اللي معانا النهاردة هعلمكم كيفية تحويل الموبايل سواء كان اندرويد او ايفون الى ميكروفون للكمبيوتر. تعالوا بنا نشوف هنعمل كده ازاي. احنا هنستخدم في تحويل الموبايل بتاعنا الى ميكروفون اداة مجانية اسمها هو مايك. الاداة دي بننزلها على الموبايل بتاعنا وبننزلها على جهاز الكمبيوتر. الأول هنقوم بتنزيلها على الموبايل بتاعنا، بنفتح المتجر أو جوجل بلاي، ومن البحث بنكتب هو مايك. هو ده التطبيق اللي ظهر معانا، هندوس تثبيت. وبعد كده فتح. كده التطبيق نزل معانا على الموبايل. هنسطب بقى النسخة الكلاينت من التطبيق دوت على الكمبيوتر. هنفتح المتصفح بتاعنا، ومن السيرش بتاع جوجل هنكتب هو مايك ونضغط انتر ونختار اول رابط اللي هو اسمه هو مايك فري مايكروفون. هيفتح لنا الموقع الرسمي بتاع الأداة. هننزل لتحت هنلاقي ان هو حاطط لينك تنزيل للأندرويد ولينك تنزيل للأب ستور. أما بالنسبة للكمبيوتر هننزل اللينك الأولاني اللي هو هو مايك كلاينت فور ويندوز. هنضغط عليه وهنحفظ أو هنحفظ الملف. وبعد كده هننزل اللينك التاني اللي هو هو مايك ديفايس درايفر فور ويندوز. هنضغط على اللينك ونحفظ أو نحفظ الملف. بعد كده هنفتح الفولدر اللي نزل فيه الأداة والدرايفر. الأول هنسطب الكلاينت اللي هي خطوات التسطيب أو التثبيت التقليدية، مفيش أي حاجة فيها. نيكست نيكست وانستول وفينيش. كده الكلاينت اتسطب على الكمبيوتر. بعد كده هنسطب الدرايفر. من الدرايفر انت هتحدد له نظام التشغيل اللي انت شغال عليه. هو حاطط لك 732 و 764 و 832 و 64 و 10 32 و 64. فانت هتشوف نظام التشغيل بتاعك اللي انت مسطبه على الجهاز ايه وهتختاره. انا طبعا مسطب 10 64 وهو متحدد باي ديفولت، فهدوس انستول. الدرايفر اتسطب وقال لي ان هو كومبليتد او الكلوز. وعلشان اتأكد ان الدرايفر نزل على الكمبيوتر مظبوط، من لوحة المفاتيح هدوس على زرار الشباك وحرف الاكس، ومن القائمة اللي هتظهر لي هختار ديفايس مانجر. ومن الديفايس مانجر هفتح الساوند وهلاقي الهوم مايك درايفر موجود.
كده انا اقدر استخدم البرنامج. الخطوة اللي جاية ان احنا هنربط التليفون بالكمبيوتر. هنفتح قائمة ستارت ونفتح مايك كلاينت، ومن كونكشن اختار كونكت. هتلاحظ هنا ان هو مديك اربع خيارات للربط ما بين الكمبيوتر والموبايل. انت لو بتستخدم لابتوب انصحك استخدم على طول الواي فاي، ما تستخدمش اليو اس بي. ليه؟ علشان اليو اس بي هيكون مقيدك بطول معين، ما تتخطاهوش، اللي هو طول السلك بتاع الشاحن. لكن لو اخترت الواي فاي انت تقدر ان انت مثلا بعد ما تربط الموبايل بالكمبيوتر ان انت تتحرك في اي مكان وتتكلم وتسجل الصوت بتاعك، مش هتبقى مقيد ان انت لازم تكون قاعد قدام جهاز الكمبيوتر. اما لو بتستخدم بي سي، كمبيوتر عادي مش لابتوب، فانت ممكن تستخدم اليو اس بي عادي، او لو انت حابب ان انت تستخدم الواي فاي هتشتري بس ادابتور نتورك واي فاي وهتوصله او هتعرفه بالكمبيوتر وهيحول الكمبيوتر بتاعك لشبكة واي فاي، وتقدر بعد كده تربط الكمبيوتر بالواي فاي بتاع الراوتر بتاعك. فانت لو اخترنا الواي فاي طبعا هتبقى محتاج ان انت تكون رابط الموبايل والكمبيوتر او اللابتوب بنفس شبكة الواي فاي. يعني ما ينفعش لو انت عندك شبكتين واي فاي تكون رابط الكمبيوتر على شبكة والموبايل على شبكة، الاتنين مش هيشوفوا بعض، لازم يكون الاتنين متوصلين على نفس شبكة الواي فاي. بعد ما نختار الواي فاي هنفتح الموبايل بتاعنا وهندوس على علامة الترس ديت اللي هي سيتنج، وهنختار من الترانسبورت هتدوس عليها، وهتختار برضو ان انت عايز تربط الموبايل عن طريق الواي فاي. هنعمل باك، وبعد كده هندوس على زرار التشغيل او اللي هو المثلث الاسود دوت. هتلاحظ ان هو جاب لك عنوان اي بي اللي هو 192.168.1.4. هتيجي في الكلاينت بتاع الكمبيوتر وتكتب العنوان دوت، وهتلاحظ ان هو 192 برضو، بس هتغير بس الرقم الاخير هتخليه 4. بعد كده هتدوس كونكت. هتلاحظ ان هو بقى ايه كونكتد كده، الكمبيوتر والموبايل بقوا مربوطين ببعض، والميكروفون بتاع الموبايل حاليا بقى هو شغال كميكروفون للكمبيوتر. طيب لو احنا حابين نتست، هتفتح السيرش بتاع الويندوز وتكتب الريكوردر علشان نفتح الريكوردر بتاع الويندوز. بعد كده هنجيب أيقونة الصوت ونعمل عليها كليك يمين ونختار Open Sound Setting، ومن الانبوت هو هنا جايب لك خيارين، تستخدم الميكروفون بتاع الهوم مايك ولا الميكروفون بتاع الكمبيوتر. فانت تختار الهوم مايك ونجرب ان احنا نسجل باستخدامه. الو الو، السلام عليكم ورحمة الله. ونشغل. الو الو، السلام عليكم ورحمة الله. وبكده نكون نجحنا ان احنا نحول الموبايل بتاعنا لميكروفون للكمبيوتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة اللي معانا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.